يسقط على الأرض وبرجونز يحتسب الكرة ضربة حرة لمصلحة البيانكونيري. الصفوف مكتملة تماما خاصة في اليوفي، بيغيب فقط فيدال وفوزينيتش بالإضافة لكليني الموقوف ثلاث مباريات بعد مباراة روما الأسبوع الماضي، وجوفينكو أيضا كان هناك بعض الشكوك في مشاركته، وقد يكون من الأفضل أنه بالفعل يتم إراحته في هذه المباراة. بيرلو، بيرلو جول، فعلها بيرلو، جوهرة اليوفي، يسجل هدف مزيكا، مزيكا للبيانكونيري في المعص وبمساعدة ماركو سيلفستري، هدف سينمائي رهيب. بيرلو يتوج كل الجهود في يوم التتويج، بيرلو يتوج جهود الجميع ويتوج ويكلل جهوده هو شخصيا بهذا الهدف. بلياردو، بلياردو ماركو سيلفستري والعرضة وكل شيء، حاولت أن تمنع كرة بيرلو من المرور للشباك، لكن الكرة حبت بيرلو، الكرة بتحب. بقى تشوف، أدي محاولة أولى ثم العرضة ثم في ظهره.